ومن وقتها ووقع ما وقع. استاذ حسن نحن رح نبقى هيك باجواء الفاشن واجواء كمان المجوهرات مع مصممه المجوهرات رنا يحيى. اهلا وسهلا فيك رنا يحيى بحلوه ومره، شو اخبارك؟ منيحه؟ ان شاء الله هيك تكون قعدتنا كمان منيحه. رنا، من اي متى بدات بتصميم المجوهرات؟ هلا انا بلشت اي لونشت سمول كولكشن اخر لاست جولاي ببيروت جولري ويك ببيال، وبديت كهوايه ومش الحال، ومن هونيك تحولت من هوايه لمهنه. وين درست؟ درست ببارسن سكول اوف ديزاين بباريس، درست فيجوال كوميونيكيشن. بخلال هالسنه ولا قبل كنت تدرسي؟ لا قبل كنت درستها. يعني كنت عم بتفكري فيها من قبل، مش عن جديد يعني. ايه بعد ما بتفكري اول كولكشن لإلك. ايه اكزاكتلي، وجيت اشتغلت ادفرتايزنج كذا سنه هون بلبنان، وبعدين رجعت على الجولي. يعني بتشتغلي بكذا نوع حجار، وهل الماز واحد منهم؟ ايه اكيد الالماز ديفنتلي واحد منها. هلا ماي مين كولكشن هي اتس فيري كولورفول، اتس كلها هاند ميد وون اوف ذا كايند يعني. نعم. ايه ما في قطعه مثل الثانيه. يعني السيدة اذا تكون لبسه من عندك مش معقول تلاقي قطعتها مطرحه، لا لا حدا لبس مثلها. نو نو ابدا، اتس ون اوف ذا كايند يعني، ما في منها. وبعدين اوف كورس عندي اذر كولكشنز اللي كمان عم شيت فيهم، بس هلا رح نحكي عنهم بالتفصيل. عم نشوف على كل حال صور لاعمالك وتصاميمك رنا. رنا يعني بين خلفيتك الاكاديميه وبين عمل الوالد يلي هو بالالماس. ايه مظبوط. وبين حبك للفاشن، شو هو اكثر شيء ساعدك انك توصلي لهالكولكشن الحلوه اللي عم نشوفها؟ هلا انا كثير تاثرت ببيي، اكثر شيء تاثرت ببيي الطريقه اللي تعلمت منه كيف الحجار عندها الكاركتر لها، مكوناتها، قصتها، تاريخها، يعني قد ايه قطعها كذا مرحله لوصلت لهالاسواره هذا الخاتم. بقى تاريخ اكثر شيء مأثر فيه. ايه عم نشوف الاحجار الكريمه اللي عم نشوفها ولا شبه كريمه، شو هي الاحجار يلي عم تستعمليها؟ هلا هي اتس ميكست، مستعمله مثلا هون مستعمله البينك اوبال مع كريسوفيز مع بلو اوبال، وان اوف ذم حطيت لهم دايموندز، انا بحب هيك حتى التاتش اوف الالماس وعم تخلطي يعني احجار كريمه كريمه مع الماس. يمكن مش كثير من المصممين بيخلطوا او عندهم هالجرأه انه يخلطوا هالاحجار كلها مع بعضها. ايه بتعرفي انا لان بحب كثير الكولرز بقى بحطهم، ويعني اتس بوزيتيف كثير بوزيتيف. استاذ حسن، السيده ندى بتحب المجوهرات؟ بحب انا كمان مرات، بس سافر بجيبلها من برا يعني، بس مش معمولين بالطريقه الكثير حلوه اللي عم شوفها. ثانك يو. لسه رنا من هون اكشلي هاي ليتست كولكشن اللي هي اسمها فلتر باتر فلاي، بيكوز يعني انا كمان ستايلش اليوم لبس باتر فلاي. اوكي الانسجام بيناتكم. هلا هي هاي الميني باتر فلاي وعامله كل السايزز منها، والخاتم كمان هذا مع بينك سافاير. حلو. هيك البنت يعني فيها البنت وامها تلبسهم كمان اكيد. عم شوف لون الزهري انه كثير دارج لون الزهري. ليش كناري؟ كناري كناري بيكوز هو عصفور الكناري بيجي بكذا لون، يعني مش بس اسود، ملون اكزاكتلي. اكيد ماي نيم كولكشن هي كولرز و اتس اول اباوت كولرز يعني، بقى كثير اتفت يعني هيدا اكيد منسجمه مع هيدا الاسم. في ليتل كناريز وفي كناري روكس. هولي اكشولي الكناري هو اللوجو تبع البراند، وعملته بكذا لون، اليالو سافاير، بلو سافاير، والروبي والتابرايت. ياخذ وقت كثير الشغل يعني، مثلا هذا اللي باصبعك كثير بياخذ شغل وقت يعني، من رسمه من رسمه ل بعدين تصميمه للاكزكيوشن لل يعني للبراندنج للتنفيذ بياخذ وقت. بتدخلي بكل التفاصيل من الرسم للفيترين كله بتدخلي فيه للقيمه مش للثمن. تعال بدي الحق شغله. رنا يحيى، نحن بدنا نتشكر حضورك وبدنا نتشكر هالتصاميم الحلوه اللي قدمت لنا اياها، ويبدو انه مش رح تستحل الخاتم لمدام ندى. بس بكره بروح. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك رنا. نحن هلا مشاهدينا رح بنشوف ريبورتاج لكارين زبليت اللي عملت تصاميم من خلال المعجون، بنشوف سوا ريبورت وبنتابع سوا.
تك تك تك.